السلام عليكم، أرحب بالجميع بترحيب كل باسمه وصفته ومكانه ومكانته. في فيديو اليوم الذي سوف نتحدث عن موضوع مثير ومهم، يهم الرياضيين، يهم المدربين، يهم طلبة، يهم الباحثين. موضوعنا اليوم في علوم الحركة والبايوميكانيك، وسوف نتطرق لطرق استخراج مركز ثقل الجسم العام بالطرق التقليدية وبالمعادلات وباستخدام بعض برامج تحليل الحركي واستخدام نماذج مركز ثقل الجسم كنموذج فيشر وبراون ونموذج كلاوسير وبعض الدراسات التي تناولت هذا الموضوع كيفية طريق حساب مركز ثقل الجسم. هات لك كوبايه شاهي مضبوط واعدل الدماغ وركز معي لنهايه الفيديو. بعد هذا الفيديو لن تحتاج شرح لهذا الموضوع مره اخرى ان شاء الله. اخبط اللايك الجميل واشترك في القناه وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وعلى بركه الله نبدا. تختلف الكتل من حيث شكلها ومظهرها الخارجي، والجسم يتكون من عدد كبير من الجزيئات تتاثر جميعها بقوه جذب الارض او الجاذبيه الارضيه، والذي يكون اتجاهه عاده نحو الاسفل باتجاه مركز الارض. فنجد ان محصل جميع القوى المؤثرة في مجموع الأجزاء التي يتكون منها الجسم تساوي وزن الجسم. هذا بالنسبة للكتل أو الأجسام المنتظمة، ويمكن أن نجد نقطة مركز ثقل الكتل المنتظمة بسهولة، حيث تكون هذه النقطة هي مركزها مثل الأشكال الهندسية المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، فإن محاور الحركات التي يدور حولها الجسم والمسطحات التي يدور فيها الجسم تتلاقى في نقطة المركز. أما بالنسبة إلى جسم الغير منتظم كجسم الإنسان، فإن طريقة تحديد مركز ثقله يتم من خلال أسس علمية مختلفة سوف نشرحها بالطرق التقليدية وباستخدام البرامج وحسابيا بالطرق اليدوية. يبقى مركز ثقل الجسم هي عبارة عن نقطة وهمية داخل الجسم وقد تكون خارجه، تكون فيها محصلة القوى فيها تساوي صفر، بمعنى أن لو علقت الشخص من هذه النقطة سوف يكون في حالة ثبات وفي حالة اتزان، ويتغير مكان مركز ثقل الجسم بتغير أوضاع أو أجزاء الجسم. مثلا إن رفعت الذراع للأعلى أو الذراعين أو حركت الرجلين سوف يتغير مكان هذه النقطة. ويتأثر مركز ثقل الجسم بعدة عوامل، منها بعده عن قاعدة الارتكاز ومساحة قاعدة الارتكاز، وكلما انخفض أو اقترب مركز ثقل الجسم من قاعدة الارتكاز زاد التوازن، زاد توازن الجسم، وكلما ابتعد قل التوازن. بالإضافة إلى الاحتكاك، كلما زاد الاحتكاك زاد التوازن وأيضا كتلة الجسم ومسقط مركز الثقل. والتركيز البصري والعامل النفسي يؤثر على حالة الاتزان. أيضا مركز ثقل الجسم له علاقة بزيادة القوة وزيادة السرعة وزيادة التعجيل من خلال التحكم بأجزاء الجسم من خلال التبعيد أو التقريب من محور العمل أو المحور اللي تم عليه الحركات المختلفة، الحركات الرياضية المختلفة، لزيادة القوة، لزيادة السرعة، لزيادة التعجيل. ولذلك مركز ثقل الجسم له أهمية كبيرة في المجال الرياضي، فمن خلال تحكمك بمراكز ثقل الوصلات وبمركز ثقل الجسم العام يمكنك حسم النتيجة والفوز في المباراة وتحطيم الأرقام القياسية. وسوف نشرح أهمية مركز ثقل الجسم في الألعاب الرياضية مع ذكر نماذج وأمثلة مختلفة في نهاية الفيديو إن بقي لنا وقت، عشان نخش في الموضوع على طول وما نطول عليكم. نبدأ بالطرق التقليدية البدائية المتوفرة لدى الجميع ثم نصعد. أول طريقة، نجيب أنبوب أسطوانة ولوح خشبي بطول اللاعب أو بطول الشخص، ينام الشخص على اللوح الخشبي وابدأ بالتحريك للأمام والخلف حتى يتزن اللاعب. النقطة أعلى الأسطوانة في هذا المكان هي مركز ثقل الجسم. يبقى هذه النقطة معبرة عن مجموع جميع أطراف الجسم، هي نقطة التوازن. العالم بالمر والذي أجرى تجاربه على عينة تكونت من 596 ولد و 576 بنت ولمدة طويلة استمرت حتى بلوغهم 20 سنة، فوجد بشكل عام أن ارتفاع مركز ثقل الجسم بغض النظر عن العمر والجنس يساوي 0.557 من الطول زائد 1.4 سنتيم مقاسا من أسفل القدم حتى الأعلى. نعطي مثال تطبيقي، المعادلة بتقول طول في النسبة الثابتة زائد 1.4 الكل قسمة 100. نفترض أن طول اللاعب 180 سنت أو 180 في النسبة الثابتة زائد 1.4 قسمة 100 ويساوي 1.2 متر و2 سنت، تقريبا مركز ثقل الجسم في هذه النقطة المشار إليها. العالم كروسكي أجرى أيضا دراسة على الرجال والنساء، فوجد أن متوسط ارتفاع مركز الثقل عند الرجال يبلغ 56.18 بينما بلغ المتوسط عند النساء 55.4 مقاسة من الأرض. نعطي مثال تطبيقي، نفس الشخص أو نفس العينة بنفس الطول، نفترض أنه 1.80 متر، نطبق المعادلة الطول في النسبة الثابتة ونقسمها
على 100. نفترض ان الطول 1.80 متر، في النسبة الثابتة 56.18 قسمة 100، ويطلع لنا الناتج، ويطلع ارتفاع مركز ثقل الجسم عن الارض 1 متر و1 سم. اما بالنسبة للنساء، ولنفترض انها بنفس الطول 1.80 متر، في النسبة الثابتة للنساء 55.4 قسمة 100، ويكون الناتج 99.7. في دراسة لفيشر وبراون اثناء الحرب العالمية الثانية، كان القتلى من الجنود بمئات الالاف، فقالوا تعال نستفيد من هذه الجثث بدراسة. اخذوا 100 جثة بمعايير معينة، انما يكون عدد الجثة طرية، ويكون ما نزفش دم كثير، وبدأوا وزنوا الجثث. طبعا الجثث مختلف الاطوال والاوزان، وبدأوا وزنوا الجثث وجابوا الوزن الجثة. بعدين قاموا يقطعوا الاجزاء، قطعوا الراس وشافوا كم وزنه نسبة الى ايش الوزن الكلي، قطعوا اليد نفس الحكاية، في الساعد، في العضد، في الفخذ، في القدم، وبالاخير توصلوا الى وزن نسبي من خلاله نعرف وزن هذا الجزء من خلال الوزن الكلي. وتوصلوا من خلال الدراسة أن الرأس يمثل 7% من وزن الجسم، والجذع 43%، والعضد 3%، والساعد 2%، واليد 1%، والفخذ 12%، والساق 5%، والقدم 2% من وزن الجسم ككل. هذا جدول نموذج فيشر وبراون، هذه أجزاء الجسم أو وصلات الجسم، وهذا الوزن النسبي، هذه قيم ثابتة فقط كما هي من خلال الأوزان النسبية. سوف نستخرج من خلال الأوزان النسبية الوزن المطلق أو الوزن الحقيقي لأجزاء الجسم أو وصلات الجسم، ومن الأرقام الثابتة أو النسب الثابتة بعد مركز الوصلة، وهذه أرقام تحفظ كما هي. لن نشرح جدول نموذج فيشر وبراون الآن، سوف نؤجله بعد نموذج كلاوسير، وحنوضح ما هو الفرق بين نموذج فيشر وبراون وبين نموذج كلاوسير. بعد فيشر وبراون في الستينات القرن الماضي، قام كلاوسير بدراسة لمركز ثقل الجسم، وأخذ 1000 جثة كعينة للدراسة، وتوصل إلى هذا الجدول الذي سوف نفصل فيه ونشرحه. تعال نشوف الجدول. هنا معانا أجزاء الوصلات، اللي هو الرأس، جذع، العضد الأيمن والأيسر، والساعد الأيمن والأيسر، واليد اليمنى واليسرى، والفخذ الأيمن والأيسر، والساق اليمنى واليسرى، والقدم اليمنى واليسرى. وهذه الأوزان النسبية، دي قيم ثابتة، أرقام ثابتة، ومعانا الوزن المطلق، وعندنا طول الوصلات بنشوف كيف بنطلعها، وبعد مركز الوصلة، ودي قيم ثابتة، والمسافة من النهاية القريبة، وعندنا الإحداثي الأفقي إكس ومحصلة البي إكس، والإحداثي الرأسي واي ومحصلة البي واي. ومن أجل التبسيط سوف نقسم الجدول هذا إلى 3 مراحل، كل مرحلة سوف نطلع قيمها لوحدها. هذه مرحلة بنطلع فيه به الوزن المطلق، المرحلة الثانية بنطلع طول الوصلات والمسافة من النهاية القريبة من الجسم، المرحلة الثالثة بنطلع الإحداثي الأفقي ومحصلة البي إكس، والإحداثي الرأسي واي ومحصلة البي واي. تبقى لنا مرحلة رابعة بنشرحها من خلص إيجاد القيم. الموضوع سهل جدا، بس ركز معي وحاول تطبق معي أكثر من مرة. صور الجدول وجيب أي صورة من النت حتى يتم التطبيق عليها، ونتبع الخطوات خطوة بخطوة. وكما اتفقنا نبدأ بأول مرحلة. طيب أول خطوة نقوم بإيجاد وزن الوصلة. من فين نجيب وزن الوصلة؟ نجيب وزن اللاعب. نفترض أن اللاعب وزنه 60 70 50 55، أيا كان وزن اللاعب، ونضربه في الوزن النسبي. مثلا للرأس الوزن النسبي 0.70، نضرب وزن الجسم الكلي في الوزن النسبي، بيطلع لنا هنا ايش؟ بيطلع لنا وزن الرأس فقط. نقوم نسجل وزن الرأس هنا. ايضا نضرب وزن الجسم الكلي في الوزن النسبي للجذع، بيطلع لنا وزن الجذع بالكيلو، بالكيلو جرام. نفس الكلام في العضد، وزن الجسم في الوزن النسبي، بيطلع لنا الوزن المطلق او وزن العضد، وكذلك في بقية الاجزاء. تعال نشوف كيف. نفترض ان اللاعب وزنه 55 كيلو جرام، وان تستخدم الآلة الحاسبة، لنقول 55 كيلو جرام تضربها في 0.070 بيساوي 3 كيلو و850 جرام. نفس الكلام للجذع، نقول يساوي 55 في الوزن النسبي 0.430 من الألف، أنتر، طلع لك الناتج 23 كيلو و650 جرام. وهكذا في بقية أجزاء الجسم، حتضرب الوزن الكلي في الوزن النسبي للعضو للجزء، يطلع لك وزن الجزء. عشان نسرع العملية أنا بقوم بعملية الضرب هنا كده، كليك يقوم يطلع لي كل القيم. ولو قمنا بجمع الأوزان النسبية يفترض أن يطلع واحد صحيح أو 100% مجموع الكل أهو. ولو قمنا بجمع أوزان أجزاء الجسم كامل يفترض أنه يطلع لي وزن اللاعب. نقوم بعملية الجمع، طلع لي هو الوزن
55 كيلوغرام. كيف تجيب وزن اي جزء من اجزاء جسمك؟ عن طريق ضرب الوزن الكلي للجسم في الوزن النسبي يطلع لك وزن الجزء. وكذا نكون خلصنا المرحله الاولى. يبقى اول مرحله سهله ما فيهاش اي مشكله. نبدا في المرحله الثانيه. المرحله الثانيه ايش في معانا؟ معانا طول الوصلات وبعد مركز الوصله للنسب الثابته والمسافه من النهايه القريبه للجسم لمركز الوصله. طيب من فين نجيب طول الوصلات؟ نجيب طول الوصلات من الرسم. حتجيب الصوره اللي انت جبتها ونبدا نجهزها عشان نشتغل عليها. تعال نشوف. تقوم بطباعه الصوره المراد تحليلها على ورق، ويفضل ورق كلك. الورق الكلك يجي كله مربعات مثل هذا او زي كراسه الهندسه. تجيب مسطره وقلم رصاص وتبدا تحط الخط الافقي وتبدا تحدد بالمسطره على 1 سم 2 سم 3 سم، تحط علامات وترقم وتحط المحور العمودي ونفس الطريقه بهذا الشكل. انا كمان اضبط الورق حقي. هذه المسطره بدات اضبطها. اجيب اللاعب وحطينا اللاعب في الاحداثيات. احداثيات بمعنى انه بين يكون متواجد بين الاكس والواي، بين الخط الافقي والخط العمودي، ما يخرجش عنها. وفين ما تحط اللاعب سواء هنا او هنا او هنا مش مشكله، طالما هو في الاحداثيات حتتغير كل القيم والارقام، بس في النهايه حتوصل لنفس النقطه. تعال نشوف. يبقى اول شيء نعمله في الصوره ان احنا نحط العلامات الارشاديه او النقاط المرجعيه التي سوف نقوم بتتبعها. والمقصود بالنقاط والوصلات، النقاط هي المفاصل والوصلات هي العظام التي تربط بين المفاصل. مثلا العضد هو يصل بين مفصل الكتف ومفصل المرفق. يبقى المفاصل نسميها نقاط، والعظام التي تصل بين المفاصل نسميها وصلات. عادة نحن كباحثين في مجال التحليل البايوميكانيكي نستخدم علامات خاصة وبرامج خاصة، لأننا نستخدم كاميرات خاصة عالية الدقة وعالية التردد. تقوم هذه الكاميرات بتتبع الحركة من خلال النقاط الإرشادية أو النقاط المرجعية التي يتم وضعها على مفاصل جسم العينة أو اللاعب. تقوم هذه البرامج بتتبع العلامات سواء بشكل يدوي أو بشكل أوتوماتيكي حتى نحصل على القيم اللحظية لكل أجزاء الجسم في متغيرات الدراسة. نعود لموضوعنا. نبدأ بوضع العلامات الإرشادية على نقاط الجسم مبتدئين بالرأس. والرأس له حالات. الحالة الأولى إذا كان الرأس مواجه لك، يبقى العلامة الإرشادية أو النقطة التي سوف نضعها بتكون بين الحاجبين. الحالة الثانية إذا كان جانبي، في هذه الحالة سوف تكون العلامة الإرشادية أعلى صيوان الأذن. نعود لصاحبنا، نحط العلامة الإرشادية في أعلى صيوان الأذن ونبقية الجسم، ونحط نقاط عند مفصل الكتفين والمرفقين في هذه المنطقة عند المفاصل. وما دام وصلنا لليد، واليد لها حالات. النقطة تكون في نهاية سلاميات الإصبع الوسطى، في هذه النقطة أو في هذه النقطة أو في هذه النقطة ما يقابلها. يبقى دي نقطة ثابت. يبقى هذه النقطة هي مركز ثقل اليد. نكمل بقية النقاط الإرشادية. هنا الحوض، وهنا الركبة، وهذه الركبة الثانية، وهنا القدم والقدم الأخرى ومشط القدمين. كذا خلصنا وضع العلامات الإرشادية على اللاعب. نبدأ الآن بالتوصيل بين هذه العلامات. ثواني كذا بس نكبر العلامات الإرشادية بسرعة. نوصل خط بين اليد ورسغ اليد والكوع والكتفين والكوع الآخر واليد ورسغ اليد بهذا الشكل. نبدأ الآن بالجذع. والجذع فيها حالات. نبدأ أولا بوضع النقاط عشان تكون الأمور واضحة لنا. الحالة الأولى الوضع الجانبي. في هذا الوضع في نقطتين مختفيتين اللي هي الكتف والفخذ، والنقطتين الظاهرتين. في هذه الحالة نقوم بالتوصيل بين نقطة الكتف ونقطة مفصل الفخذ، وتكون هذه هي طول الوصلة للجذع. الحالة الثانية عندما يكون مواجه الأربع نقاط للكتفين وللفخذين ظاهرة، لا يوجد أي نقطة مختفية. هنا نقوم بالوصل بين نقطة الكتفين بخط ووصل نقطة الفخذين بخط. نقوم بتنصيف هذه الخطين، تنصيف الخط بين الكتفين وتنصيف الخط بين الفخذين، ونقوم بوضع خط يصل بين منتصفي الخطين، ويكون هذا الخط طول الوصلة للجذع عندما يكون الشكل. الوضع الثالث هو الوضع بين الوضعين، يعني نقطتين الكتفين ظاهرة، أما الفخذ مفصلي الفخذين نقطة ظاهرة ونقطة مختفية. هنا تقوم بوصل خط بين نقطة الكتفين، ومن نقطة المنتصف تقوم بتوصيل خط إلى مفصل الفخذ، وتكون هذه طول وصلة الجذع بالنسبة لهذا الوضع اللي هو الوضع بين الوضعين. وبالنسبة للنموذج الذي معنا هو الوضع الثالث، نقطتين ظاهرة ونقطة مختفية. في هذه الحالة سوف نصل بخط من مفصل الكتف إلى الحوض والكتف الآخر بهذا الشكل. نقوم بتنصيف الخط بين الكتفين، ثم نقوم بوضع خط من منتصف الخط بين الكتفين إلى مفصل الحوض، ويكون هذا طول الوصلة بالنسبة للجذع. نكمل بقية الوصلات بين النقاط
بشكل طبيعي، وبكذا نكون خلصنا التوصيل بين النقاط عن طريق الوصلات. وأنت قم بالتوصيل بين النقاط باستخدام القلم والمسطرة. بعد ما جهزنا الصورة بشكل كامل، الآن نقوم بإيجاد طول الوصلات. من فين نجيب طول الوصلات؟ نجيبها من الصورة. تعال نشوف هذا الجدول. لاحظ أن الرأس لا يوجد له طول وصلة، لأن مركز ثقل الرأس معلوم، وبالتالي سوف نطلع الإحداثيات مباشرة على الإكس والواي عندما نصل للمرحلة الثالثة. نقوم بإيجاد الآن طول وصلة الجدع. تعال نجيب طول الوصلة من الرسمة، وإحنا قلنا أن طول وصلة الجدع تبدأ من منتصف الخط الواصل بين الكتفين إلى منتصف الخط الواصل بين الفخذين أو الفخذ. نضع المسطرة بهذا الشكل ونقيس كم طلعت طول الوصلة بالسنت والملي. طلعت 7 سنت و3 ملي. نقوم بتدوين الرقم في الخانة المخصصة للجدع. وأنت قد تختلف عندك الأرقام باختلاف مقاسات الصورة. لو سنت واحد تغير، لو مقاس الصورة تغير سنت واحد، سوف تتغير كل الأرقام. سجل الأرقام كما يطلع عندك في الرسم، ما بتطلعش نفس الأرقام اللي أنا أطلعها، إلا إذا كانت الصورة التي معك هي نفس مقاسات الصورة التي معي. بس في النهاية أنا وأنت حنوصل لنفس نقطة مركز ثقل الجسم مع اختلاف الأرقام. طيب ننتقل الآن إلى قياس طول وصلة العضد الأيمن. طول وصلة العضد الأيمن تبدأ من نقطة مفصل الكتف إلى نقطة مفصل المرفق. نضع المسطرة بين النقطتين ونقيس، طلع 3 سنت و4 ملي. نقوم بتسجيل الرقم، نضع الرقم في الخانة المخصصة للعضد الأيمن. نفس الكلام في العضد الأيسر، نضع المسطرة بين النقطتين ونقيس، أهو طلع القياس 3 سنت و5 ملي. نقوم بتسجيل الرقم في الخانة المخصصة للعضد الأيسر. ننتقل إلى الساعد، والساعد يبدأ من مفصل المرفق إلى مفصل رزق اليد. نضع المسطرة بين النقطتين ونبدأ نقيس طول الوصلة، أهو طلع 3 سنت و4 ملي. نسجل الرقم في الخانة المخصصة له، ونفس الكلام في الساعد الأيسر، نحط المسطرة ونسجل الرقم في الخانة المخصصة له. ننتقل إلى اليد، وطول وصلة اليد تبدأ من رزق اليد حتى نهاية سلاميات الإصبع الوسطى. نشوف القياس ونضعه في الخانة المخصصة لها، ونفس الكلام لليد الأخرى. ننتقل إلى الفخذين، ووصلة الفخذ تبدأ من مفصل الحوض إلى مفصل الركبة. نضع المسطرة بين النقطتين ونقوم بتسجيل الرقم، ونفس الكلام على الفخذ الآخر. ننتقل إلى الساق، والساق تبدأ من مفصل الركبة إلى مفصل الكاحل أو مفصل القدم. نحط المسطرة، نأخذ القياس ونسجله في الخانة المخصصة لها، ونفس الكلام للساق الأخرى. ننتقل إلى القدم، والقدم تبدأ من مفصل الكاحل إلى نهاية سلامية أصابع القدم. نضع المسطرة ونقوم بالقياس، نأخذ الرقم ونقوم نسجله في الخانة المخصصة للقدم، ونفس الكلام في القدم الأخرى. وبكذا نكون قد انتهينا من إيجاد طول وصلات أجزاء الجسم. الخطوة اللي بعد كده نجيب مراكز ثقل الوصلات، مش مركز ثقل الجسم، عاد احنا لسه ما وصلنا له. مراكز ثقل الوصلات، من فين نجيب المراكز؟ من خلال طول الوصلة اللي طلعناها الآن في بعد مركز الوصلة اللي هي النسب الثابتة، يعطينا رقم هو بعد مركز الوصلة من النهاية القريبة للجسم، ونفس الكلام لبقية الأجزاء. ونطلع الأرقام كامل، وبعدها تعال نشوف وين مراكز طلعت. نقوم بالعملية الحسابية، نقوم بعملية الضرب. طبعا الرأس لا يوجد له طول وصلة، لأننا قلنا أن الرأس مركز ثقل الرأس نقطة معلومة. تعال نشوف الجدع ونقول طول الوصلة 7.3 في بعد مركز الوصلة 0.44، انتر، يعطينا مركز الوصلة. وهكذا حتى نطلع كل القيم ما عدا الرأس واليدين. نقوم بتقريب الأرقام لأقرب رقم بعد العلامة العشرية. الخطوة اللي بعد كذا نقوم بتحديد هذه القيم على الرسم. تعال نشوف، نبدأ بالرأس، والرأس مركز ثقله معلومة، أعلى صيوان الأذن. ننتقل إلى الجدع، ومركز ثقل الجدع يبعد 3 سنت و2 ملي من المسافة من النهاية القريبة للجسم. ركز على هذه الكلمة، المسافة من النهاية القريبة للجسم. تعال نشوف إيش معنى هذا الكلام على الرسمة. إحنا قلنا أن طول وصلة الجدع هو الخط المار من منتصف الخط بين الكتفين إلى منتصف الخط الواصل بين الفخذين أو الفخذ. يبقى المسافة من النهاية القريبة حتبتدي من النقطة المنصفة بين الكتفين حتى الوصول إلى 3.2 ملي، ونضع نقطة بهذا الشكل. يبقى هذه النقطة أو هذه العلامة الإرشادية هي مركز ثقل الجدع. ننتقل للعضد الأيمن، ويقول لك مركز ثقل العضد يبعد من المسافة من النهاية القريبة للجسم بمقدار 1.6 ملي. للعضد الأيمن والعضد الأيسر، تعال نشوف كده على الرسم. طيب يبدأ القياس من مفصل الكتف باتجاه مفصل المرفق سنت و6 ملي، ونحط نقطة. ونفس الكلام في العضد الأيسر، يبقى هذه النقطتين هي مركز ثقل العضد. ننتقل إلى الساعدين، والساعد يبدأ من مفصل المرفق نزولا باتجاه مفصل رسغ اليد. والساعد الأيمن بعد مركز ثقل الساعد الأيمن 1.4 ملي، بينما الساعد الأيسر 2 سنت. سجل الأرقام كما هي. نحدد بعد مركز ثقل الساعد على الرسم، ونفس الكلام في الساعد الأيسر. ويبقى هذه النقطتين هي مركز ثقل الساعدين. ننتقل إلى اليد،
اليدين واليدين مركز، تقول لهما معلومة، نقاط معلومة وثابتة مثلها مثل الرأس، وهذه النقاط هي مركز ثقل اليدين. ننتقل إلى الفخذين، والفخذ يبدأ من نقطة مفصل الحوض باتجاه مفصل الركبة. نشوف القيام 2.4 ملي، نحط المسطرة، نضع العلامة الإرشادية أو النقطة، والفخذ الآخر نفس الكلام. يبقى هذه النقطتين هي مركز ثقل الفخذ. ننتقل إلى الساقين، والساق مركز ثقلها يبدأ من مفصل الركبة باتجاه مفصل القدم. نشوف القيام 2.4 ملي للساق اليمنى و 2.6 ملي للساق اليسرى. ناخذ 2.4 ملي، نحط النقطة، والساق الأخرى نفس الكلام. يبقى هذه النقطتين هي مركز ثقل الساق. ننتقل إلى القدمين، والقدمين تبدأ مركز ثقلهما من مفصل الكاحل باتجاه سلاميات أصابع القدم. نشوف القيام 1.2 ملي لكلا القدمين. نضع المسطرة، نضع النقطة، والقدم الأخرى نفس الكلام. يبقى هذه النقطتين هي مركز ثقل القدم. وبكذا نكون خلصنا إيجاد مراكز ثقل الوصلات أجزاء الجسم، وبكذا تنتهي المرحلة الثانية. نبدأ الآن في المرحلة الثالثة، والمرحلة الثالثة سهلة جدا. نقوم بإيجاد المراكز على الإحداثيات على الإكس وعلى الواي. نوجد قيامها على الإحداثي الأفقي إكس والإحداثي الرأسي واي، يعني على الإكس وعلى الواي، على المحور الأفقي وعلى المحور الرأسي. تعال نشوف. نمسك مركز ثقل الرأس كمثال، ونحط المسطرة، ونشد بخط الأسفل بشكل عمودي على المحور إكس أو المحور الأفقي. بعدين نضع خط آخر على المحور الرأسي أو المحور واي من نفس النقطة بهذا الشكل. نشوف قيمة الخط الساقط على المحور إكس أو الأفقي كم على المسطرة، وقيمة الخط الساقط على المحور واي ونشوف على المسطرة كم القيمة. نسجل هذه القيم في الإحداثي الأفقي إكس وفي الإحداثي الرأسي واي، ونفس الكلام لمركز ثقل الجذع، ونفس الكلام لمركز ثقل العضد، ونفس الكلام لمركز ثقل الساعد، ونفس الكلام لمركز ثقل اليد، ونفس الكلام لمركز ثقل الفخذ، ومركز ثقل الساق، ومركز ثقل القدم. نطبق تطبيق عملي. أنت تستخدم القلم والمسطرة، وأنا بستخدم مسطرة الجهاز. نشد خط على المحور واي وخط على المحور إكس، ونشوف القيم على الواي وعلى الإكس. يبقى قيمة الواي 21، نسجل الرقم على الإحداثي الواي، وقيمة الإكس 11.3 ملي، نسجل الرقم في الإحداثي الأفقي إكس. ننتقل إلى الجذع نفس الكلام، نشد خط على المحور واي ونشد خط على المحور إكس، نشوف قيمة الواي ونشوف قيمة الإكس. قيمة الواي طلعت 5.8 ملي، نسجل الرقم، وقيمة الإكس طلعت 9.3 ملي، نسجل الرقم. ننتقل إلى العضد، نشد خط على الواي وخط على الإكس، نسجل قيمة الواي ونسجل قيمة الإكس. ننتقل على العضد الثاني، نشد خط على الواي وخط على الإكس، نسجل قيمة الواي ونسجل قيمة الإكس. ننتقل الآن إلى الساعد الأيمن، نشد خط على المحور واي ونشد خط على المحور إكس، نسجل قيمة الواي ونسجل قيمة الإكس. ننتقل على الساعد الآخر بنفس إجراءات الساعد الأول. ننتقل إلى اليد، نشد خط على المحور واي ونشد خط على المحور إكس، نسجل قيمة الواي ونسجل قيمة الإكس. الباقي طبعا كله بنفس الإجراءات، بتجيبها مثلا على الإكس وهتجيبها على الواي، وتسجل القيم في الخانات المخصصة لها. وإحنا عشان نختصر الوقت شحاول أنا أسجل كده القيام بسرعة علشان ندخل في المرحلة التي بعدها. وبعد أن انتهينا من تسجيل إحداثيات مراكز الوصلات، ننتقل للمرحلة اللي بعدها، إيجاد محصلة البي إكس ومحصلة البي واي. كيف نجيد محصلة البي إكس؟ عن طريق ضرب الإحداثي الأفقي إكس في وزن الوصلة. شحنا طلعنا الأوزان، اضربها في وزن الوصلة، والإحداثي الرأسي واي في وزن الوصلة، ونفس الطريقة لبقية أجزاء وصلات الجسم. تعال نشوف. نأخذ الرأس كمثال، يتم إيجاد محصلة البي إكس من خلال ضرب وزن الوصلة في الإحداثي الأفقي إكس للرأس، ونقول وزن الوصلة 3.850 جرام مضروبة في الإحداثي الأفقي إكس 11.3، ويطلع الناتج 43.51. نطبق العملية على الكل. نمسك محصلة البي واي ونقول 3.850 جرام اللي هو الوزن المطلق للرأس في الإحداثي الرأسي واي ويساوي 80.85. نطبق العملية على الكل. يبقى كده أوجدنا محصلة البي إكس ومحصلة البي واي لوصلات أجزاء الجسم. الآن بعدما أوجدنا محصلة البي إكس ومحصلة البي واي، الخطوة اللي بعد كده نقوم بجمع المحصلات. نجمع محصلة البي إكس كامل، العمود كامل، ونجمع محصلة البي واي كامل. أنت تجمعها بالآلة الحاسبة. لو نلاحظ في المجموع في محصلة البي إكس 445، وفي محصلة البي واي 759. هذه الأرقام مش موجودة أساسا في الإحداثيات. يتبقى لنا خطوة واحدة، نقوم بقسمة محصلة البي إكس على وزن الجسم الكلي اللي قلنا هو 55، ونقول
454.58 قسمة 55 لوزن اللاعب، الوزن الكلي للاعب، ويساوي 8 سنت و2 ملي. ونقول 759.9 قسمة 55 اللي هو وزن اللاعب، ويساوي 13 سنت و8 ملي. يطلع لنا رقمين جديدين. هذول الرقمين نقوم نوجدهم على الإحداثيات على الإكس وعلى الواي في الصورة أو في الرسم. تقاطع هذول الخطين يعطينا مركز ثقل الجسم العام. تعال نشوف، نغير لون الخطوط عشان يكونوا مختلفين على بقية الإحداثيات. نشوف على المسطرة على الإحداثي واي 13.8 ونشد خط مستقيم، ونشوف الإحداثي إكس اللي هو البي إكس، ونشوف الإحداثي إكس 8.2، من هذه النقطة نشد خط. تقاطع هذول الخطين هو مركز ثقل الجسم العام. تعال نعمل نقطة لمركز ثقل الجسم، نغير لون الخط نخليه مختلف. يبقى هذه النقطة هي مركز ثقل الجسم العام. كان هذا هو نموذج كلاوسير لاستخراج مركز ثقل الجسم العام. وطبعا قلنا بناخذ نموذج فيشر وبراون. نموذج فيشر وبراون تكلمنا عليه في فيديو سابق، ارجع للفيديو السابق، سوف اترك لك رابط الفيديو في شاشات النهاية. وكلاوسير هو اعاد بحث فيشر وبراون على حد علمي والله اعلم. يبقى ايش الفرق بيناتهم؟ اسيب الموضوع ده عليك، طلع الفرق واكتب لي في التعليقات ايش الفرق بين نموذج فيشر وبراون ونموذج كلاوسير. وتعال نستخرج مركز ثقل الجسم باستخدام البرامج. سوف نستخدم البرنامج المشهور عربيا والمحبوب لدى العرب، البرنامج ده اسمه برنامج كنوفيا. تعال نشوف مركز ثقل الجسم، نطلعه باستخدام البرنامج ونشوف ونقارنه بنموذج كلاوسير او فيشر وبراون، هل سيعطينا نفس النقطة؟ لاحظ نفس الكلام نفس النقطة. وقلنا سوف نتحدث عن الأهمية إن شاء الله. الأهمية، أهمية مركز ثقل الجسم، نتحدث عنه في فيديو آخر نفصل فيه، ونذكر نماذج من عدة رياضات مختلفة وكيف إن احنا نستغل مركز ثقل الجسم في الأداء إن شاء الله إن بقي لنا عمر. احنا بنتعب كثير عشان المنتج، لاحظ كل هذا شغل، أحيانا يصل الشغل لمدة 3 أسابيع وشهر عشان نطلع 12 و15 دقيقة، ونجيب لك المعلومة موزة مقشرة بأبسط الطرق مع الوسائل التوضيحية، وننزلها لك على اليوتيوب وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي. فلا تبخلوا علينا باللايك، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتعليقاتكم الجميلة، وفعل الجرس لكي يصلك كل جديد، وما تنساش تشوف الفيديوهات السابقة وتنتظر الفيديوهات اللاحقة. مع خالص مودتي للجميع، دكتور جمال الوصابين.